يا مساء الخير على كل مشاهدي يوم الطبيعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة حلقة مختلفة شوية، أو يعني فيها أخبار كتير جدا جدا مهمة بتخص تحديدا الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي واستعداداته الأخيرة لمباراة الغد الهامة جدا في بطولة الدوري أمام فريق جيد للغاية، وهو فريق بيراميدز في إطار المنافسة على هذه البطولة، وهو المنافس المباشر للنادي الأهلي ومتقدم على النادي الأهلي بفارق نقطة في صدارة جدول الترتيب. لكن الأهلي ليه مباراة مؤجلة مهمة أوي، إن الأهلي بإذن الله يقدر يتخطى هذه العقبة غدا في ظل يعني مواجهة هتكون مليئة بالندية والإثارة بكل تأكيد، على غرار السنوات القليلة الأخيرة يعني في مباريات الأهلي وبيراميدز. إن شاء الله الأهلي يكون موفق، فبالتالي كواليس كتير جدا هنتكلم فيها بخصوص استعدادات الأهلي لهذه المباراة، بخلاف بعض الأخبار المحلية والعالمية كالعادة زي ما أنتم متعودين معنا دايما. لكن اللي بيبقى أهم على طول وهو تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وسؤال في رأيكم من خلال وجهة نظركم إيه التشكيل الأفضل للنادي الأهلي في مواجهة بيراميدز غدا. تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة زي ما احنا متعودين. البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا لبيراميدز، بالتوفيق إن شاء الله. بعثة الأهلي تغادر لجنوب أفريقيا عقب مباراة بيراميدز مباشرة، الله يكون في عونه. وأخيرا كيروش يدرس ضم أحمد عبد القادر للمنتخب، أؤيد وبشدة. طيب دي أبرز العناوين، لكن النهاردة في مباريات مهمة بالتحديد في الدوري المصري وأيضا في بعض البطولات الأوروبية الأخرى، فخلينا نقول لحضراتكم اهم وابرز مباريات اليوم. في الدوري كان في مباراه ابتدت الساعه 3 العصر ما بين البنك الاهلي ومصر المقاصه، المباراه انتهت بفوز البنك الاهلي بهدف مقابل لا شيء عشان يبقى الانتصار الثاني ليه على التوالي بعد فوزه في مباراه سابقه اخيره ليه قبل هذه المباراه على الجونه في الجونه بنتيجه 2-1. والبنك بصراحه عاملين يعني شغل كويس هذا الموسم، واضح ان بقى عندهم خبرات في المشاركه الثانيه ليهم في الدوري الممتاز. الإسماعيلي ومباراة غاية في الأهمية بالنسبة للإسماعيلية أمام فاركو، الإسماعيلي هيلعب الساعة 5:30 مع فاركو، فاركو يعني اللي خسر من الأهلي 4-1 المباراة الأخيرة، الإسماعيلي اللي تعادل بعد ما كان متقدم 2-0 على المقصة، تعادل بنتيجة 2-2 وأهدر ركلتي جزاء، الأمور صعبة قوي في الإسماعيلية، الفريق الأوحد في الدوري حتى الآن اللي ما حققش ولا انتصار يعني. فبالتالي مباراة مهمة جدا دي الساعة 5:30، والمباراة الأخيرة النهاردة وهي مباراة الزمالك مع الجونة، مباراة مهمة لفرقتين بكل تأكيد، هي مباراة كلها قوية في الحقيقة. الدوري الإنجليزي مباراة وحيدة النهاردة في إطار الجولة اللي ابتدت أول امبارح، توتنهام هوتسبير مع إيفرتون الساعة 10 بالليل، مباراة هتبقى حلوة بالمناسبة يعني، إيفرتون مع لامبرت، توتنهام هوتسبير مع كونتي، فيعني هتبقى مواجهة قوية. كمان في الدوري الاسباني ايضا مباراه وحيده النهارده ما بين اتلتيك بلباو وليفانتي الساعه 10 بالليل، ايضا الدوري الاسباني اللي بيشهد عوده برشلونه، مش عايز اقول المنافسه، المنافسه بعيد شويه مع ريال مدريد، لكن للمربع الذهبي بعد ما كان متاخر بقى موجود دلوقتي في المركز الثالث بعد فوزه امبارح على اليتشي بنتيجه 2-1. ده فيما يتعلق باهم وابرز مباريات اليوم. هروح لفاصل، بعد الفاصل كل الكواليس والتفاصيل اللي بتتعلق باستعدادات النادي الاهلي لمباراه هامه جدا جدا بكره امام بيراميدز. وبالمناسبه مش هو ده الحدث الاوحد بالنسبه للنادي الاهلي بكره، في حدث اخر وبيتعلق بالسفر لصن داونز، الامور صعبه جدا، مباريات متتاليه، اجهاد كبير، لكن هنتكلم بكل التفاصيل بشكل اكبر بعد الفاصل في استوديو. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، مباراه غايه في الاهميه، الأهلي مع بيراميدز بكرة بإذن الله تعالى الساعة 8 بالليل على استاد الأهلي والسلام، مباراة مهمة عشان هي مباراة كورة وفي إطار منافسة بالمناسبة يعني، في إطار منافسة على بطولة الدوري. لسه بدري على البطولة، لسه في مباريات كتير، عدد كبير من النقاط قدامك، لكن في نفس الوقت احنا مش عايزين ناخد المباراة في اتجاه تاني خالص يعني، هي ماتش أو هو ماتش زي أي ماتش تاني يعني. فريق بيراميدز اللي بيختلف في المباراة دي عن أي مباراة أخرى إن فريق بيراميدز قوي. السنة دي عنده طموح المنافسة على بطولة الدوري، ماشيين كويس قوي بصراحة في البطولة وبيكسبوا، تعادلوا تقريبا ماتشين بس لحد دلوقتي وكسبانين الباقي، وهو الفريق الوحيد اللي ما خسرش ورا ولا مرة زيه زي النادي الأهلي. هما دول الفرقتين اللي ما خسروش خالص في الدوري حتى الآن.
ان شاء الله تكون الخساره الاولى ليهم بكره قدام الاهلي من خلال مباراه تكون كبيره بالنسبه للاعبتنا الرجاله، بالنسبه للجهاز الفني المميز، ومن خلال دعم الجماهير ايضا ال 2000 واحد اللي ممكن يكونوا موجودين في المباراه بكره. كلها امور هتكون ايجابيه في صالح الفرقه، لكن في نفس الوقت يعني هي فرقه عندها عناصر مميزه، سواء بقى بتتكلم في شريف اكرامي كحارس مرمى، بتتكلم في خط الدفاع احمد سامي، بتتكلم عمر جابر، محمد حمدي، في ناس كتير، في دونجا في نص الملعب، في ابراهيم اللاعب الجديد ابراهيم كوناتي باين ولا مش فاكر اسمه ايه، اللي هو اللاعب بتاع بوركينا، لاعب مميز جدا، او ابراهيم تراوري صح تقريبا، و وعندهم عبد الله السعيد، رمضان صبحي، في الولد المهاجم لاكاي، لاعب مميز جدا المهاجم بتاع بيراميدز، فكلهم فرقه تقيله، فرقه قويه. فبالتالي انت اكيد هتبقى مرتب سيناريو مختلف لمواجهه هذا الفريق، وانك ازاي تتغلب عليه، لان بصراحه هو المنافس المباشر ليك على بطوله الدوري. فبالتالي حسابات واستعدادات كتير بالنسبه للاهلي، او مش كتير والله بصراحه عشان ما كنتش بقول كلامه وخلاص. هو الاهلي استعد امتى؟ النهارده. هو بيستعد دلوقتي وانا بكلم حضراتكم، مران شغال وهو المران الوحيد للفرقه قبل مباراه كبيره زي مباراه بيراميدز، ده نظرا لضغط المباريات الكتير، نظرا لل يعني العدد الكبير من المواجهات اللي بياخدها النادي الاهلي على مختلف الاصعده، سواء عالميا قبل كده وافريقيا ومحليا حاليا. فبالتالي الامور مش سهله، صعبه، عايزه رجاله بتركيز كبير جدا بفصل تام عن اي مباراه والتانيه، لان برضو عمليه الفصل دي بتبقى مهمه وبتخليك تركز بشكل اكبر في كل مباراه على حده، هو ده المطلوب. دعم الجمهور موجود بصراحه، مسانده موجوده، مفيش اي مشكله خالص. المهم بقى في القصه دي ان الاهلي بكره ما عندوش الماتش بس، لا يعني الاهلي بكره مش هيلعب الماتش وخلاص، لا ده الاهلي بكره كمان مسافر. يعني الاهلي بكره عنده ماتش مع بيراميدز، ماتش قوي قوي، وبعدين يخلص يروح على المطار يسافر فين؟ جنوب افريقيا، اللي هي الرحله تقريبا حوالي 9 ساعات. فبالتالي هي دي ضريبه التواجد داخل النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. لكن في نفس الوقت كان من المفترض ان يكون في مراعاه، مش في المباراه دي تحديدا بالمناسبه، الناس بتفتكر كلام غلط او بتفهم كلام غلط، الاهلي كان عايز ياجل مباراه بيراميدز، لا الاهلي ما طلبش رسمي خالص الاهلي ان هو ياجل مباراه بيراميدز يعني. ولو كان رغب في كده كان هيطلب، وقرار في الاخر عند الاتحاد يعني او عند رابطه الانديه. لكن الفكره في ان عامه بشكل عام لازم يكون في ترتيب للمواعيد بخصوص المباريات، ومراعاه ان الاهلي بيشارك وبيمثل مصر في افريقيا زيه زي بيراميدز، زي الزمالك، زي المصري عامه. فلازم يكون في اعتبارات في الجزئيه دي علشان نضمن بشكل كبير ان يكون اكبر كم من الانديه المصريه موجوده في يعني المباريات النهائيه في البطولات الافريقيه المختلفه، وعشان نضمن عدم تعرض لاعبي منتخب مصر للاجهاد، والكلام ده اتكلمنا فيه امبارح بصراحه مش عايز اكرره تاني. لكن في كل الاحوال احنا في وضع لازم نتعامل معاه ولازم نتعايش معاه بشكل كبير، ولازم نكون مساندين كل المسانده للفرقه خلال المرحله الحاليه. مطلوب ايه من الاهلي بكره؟ ان شاء الله مطلوب الفوز. لا انا واحد يعني انا واحد من الناس اقول رايي، انا مثلا انا مش عايز اداء، مش مهم، مش فارق معايا الاداء خالص، ممكن ناس ثانيه تكون فارق معايا الاداء، بس انا كان في المرحله الحاليه انا مش فارق معايا الاداء بالنسبه لي، ممكن اكون انا غلط بس يعني دي وجهه نظري. انا الفارق معايا الثلاث نقط، ان احنا نكسب بيراميدز بكره عشان ايه؟ نبقى براحتنا كده، مش براحتنا يعني، بقى في ايه؟ في صداره الجدول، ولينا مباراه كمان مؤجله تكسبها تبقى فرق 5 نقط عن بيراميدز على طول بدري بدري. فده هيبقى امر مهم جدا، بقى اداء كويس، استقبلت اهداف ما استقبلتش اهداف، المهم تكسب بكره. وعشان تبقى معنوياتك مرتفعه قبل مباراه غايه في الاهميه، واحدى المباريات الحاسمه في مشوار النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي مباراه سان داونز يوم السبت اللي جاي الساعه 3 العصر. فهم شقين او اتجاهين التفكير كله ماشي فيهم حاليا، التفكير منصب فقط على مباراه بيراميدز، ده بالنسبه للجهاز الفني. لكن جمهور النادي الاهلي بيفكر في حاجتين، بيفكر في ماتش بيراميدز وماتش سان داونز، لان هما ماتشين مهمين قوي على الصعيد المحلي في بطوله الدوري العام، وعلى الصعيد الافريقي في دوري ابطال افريقيا، البطوله المفضله بالنسبه لنا سواء هي او الدوري يعني. فان شاء الله الفريق يكون موفق، كل التوفيق في هذه المباراه. مش طالبين حاجه بكره بخلاف بقى الاهلي، مش طالبين حاجه غير لما يتم الاعلان عن اسم الحكم، اهو بصوا يا جماعه بالراحه، اهو بدري بدري واحده واحده، لما يتم الاعلان عن اسم حكم المباراه النهارده بالليل او بكره، ما اعرفش هيعلنوا امتى، يكون حكم
يليق بإدارة مباراة كبيرة ما بين الأهلي وبيراميدز، يليق بإدارة مباراة تنافسية على صدارة الدوري. مش حكم الساحة بس، الطاقم كله، لأن في الفار والمساعدين وكلام من ده، كلها أمور مهمة. فبعد إذنكم لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، رابطة الأندية أكيد ليها دور، بعد إذنكم يا جماعة اختاروا الحكم اللي ينفع إنه يدير مباراة زي دي. مش عايزين حكم بأخطاء ويثير جدل بعد المباراة. برضو هضرب المثل بمباراة إيه، الأهلي والزمالك 5-3. تصريحات كانت كارثية من كابتن محمد عادل، مش هنعيد ونزيد فيها، تمام؟ لكن هي بينت ساعتها النوايا راحة فين، أو بينت الحكام المصريين بيحكموا إزاي. والنبي يا جماعة، وهي رسالة للجنة الحكام والكابتن المحترم كابتن عصام فتاح، عايزين حكم من غير احتواء، حكم من غير احتواء، مش عايزين احتواء. مش مباراة بكرة بس، في كل اللي جاي، بس أنا بتكلم عن مباراة بكرة، لأن هي ما بين فرقتين كبار وفرقتين بينافسوا. فلما تيجي تجيب لي طاقم تحكيم كامل بالفار، لأن الفار ليه دور مهم جدا، يكون طاقم يعرف يدير المباراة. هتقول لي أصل ما هو يعني معنى كلامك إن في حكام ما بيعرفوش يديروا، ما بقولش ما بيعرفوش، بس مستوياتهم الفنية قليلة. أنا عايز بكرة حكم مستواه الفني عالي، وخليك عادل، إحنا لا عايزين حد معانا ولا حد علينا، إحنا عايزين عدل كأهلي، مش أكتر من كده. الفنيات بقى دي حاجة تانية، إحنا قدها، نقدر عادي نكسب أي حد. أنا مش بتكلم بقى على الفريق اللي أنت هتقابله، بتكلم بشكل عام. أنت عايز حكام جيدين، والفنيات سيبوها علينا، بعد المولى عز وجل إن شاء الله بإذن الله نكون موفقين ونقدر نكسب، يعني سواء على صعيد الجهاز الفني أو صعيد اللاعبين. طيب، المران الوحيد للأهلي النهاردة انطلق بالتحديد من حوالي ربع ساعة مع بداية الحلقة تقريبا، يعني ومران مهم. أنا بصراحة عايز أعرف أو عايز أفهم موسيماني هيعمل إيه في التمرين النهاردة. الراجل ريح الفرقة امبارح غصب عنه، لأن في إجهاد، في ضغط مباريات، فكان منطقي وطبيعي جدا إنه يريح الفرقة ويبقى إجازة بعد مباراة كانت يوم السبت أمام المريخ أو امبارح. فعندي فضول أعرف هو النهاردة هيشتغل بدني، وده ما أعتقدش، هيشتغل فني تاكتكس، مش عارف. فالله يكون في عونه الراجل ده، سواء هو أو كابتن سامي قمصان أو الجهاز المعاون كله، لأن بصراحة الوضع صعب. فأكيد هي تدريبات مهمة في كل الأحوال، من خلالها هيستقر على الشكل أو التشكيل تحديدا، يعني الشكل والسيناريو أكيد هو مستقر عليه الخاص بالمباراة، لأن هو بيدرس كويس الفرق اللي بيقابلها كموسيماني وكجهاز فني. لكن أنا بتكلم على التشكيل، هيطمن على جاهزية اللاعبين، مين جاهز، مين لائق فنيا وبدنيا وذهنيا للمشاركة في هذه المباراة الهامة، من خلال لما يشوف وجوه اللاعبين، من خلال لما يتكلم معاهم، من خلال بعض الفقرات الخاصة بالمران. زي ما انتوا حضراتكم شايفين دلوقتي، هو ده المران الأخير للأهلي النهاردة، دي لقطات بالظبط دلوقتي، هو مران أول وأخير للأهلي النهاردة قبل مباراة الغد أمام بيراميدز. واضح أنها تدريبات خفيفة، هو تدريبات فك عضلات كده، يعني تعتبر تدريبات استشفائية شوية، مع وضع في الاعتبار أن فريق بيراميدز واخد راحة أكتر من الأهلي، فاستشفى براحته وعمل تدريباته البدنية براحته، والتدريبات اللي هي بتاعت التراي ماتش براحته، والأمور بالنسبة له مرحرحة، يعني الأمور بالنسبة له عادية مريحة. لكن دي أو ده أمر من الأمور المهمة. خلينا بقى عند اللقطة دي، يعني إيه بحكم اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي، وأنا هقول لحضراتكم بعض الكواليس اللي بتتعلق بحضور الكابتن ضياء السيد المدرب العام في جهاز المنتخب الوطني الأول. كان حاضر النهارده في المران زي ما حضراتكم شايفين، وجلسه طويله كانت مع قفشه، بخلاف اللقطتين اللي حضراتكم شفتهم دول. يا ريت نرجعها تاني اللقطه دي يا بيبو، لان الكلام هنا هيكون مهم قوي. احنا عارفين الفتره اللي فاتت كيروش كان واخد قرار، وانا بصراحه عجبني قوي القرار ده. هو قال ايه؟ قال للجهاز الفني للمنتخب، الجهاز المساعد ليه، يعني يا جماعه بعد اذنكم انا عايزكم تروحوا تتابعوا التدريبات، مش المباريات، لا، تابعوا التدريبات الفرق بتاعت الدوري، تبقوا واقفين على حاله كل لعيب، الامور ماشيه ازاي لحظه بلحظه، لان احنا داخلين على مرحله يعني مصيريه في اطار المنافسه على الصعود لكاس العالم مع منتخب السنغال، ماتشين صعبين جدا. فحضور الكابتن طارق كابتن ضياء السيد طبعا حضور كان مهم، واتكلم زي ما احنا شايفين كده مع الجهاز الفني كله. عايز لقطه قفشه، اتكلم مع قفشه، كان كلام طويل، واقدر استشف، ايوه بالراحه بقى كده، اقدر استشف ان قفشه ممكن يكون موجود في قائمه المنتخب،
وكان معاه كمان ايه محللين الاداء في جهاز المنتخب الوطني. الصوره دي تديني نسبه اكبر من 60-70% قفشه هيكون ضمن قائمه المنتخب المشاركه في ماتشين السنغال، ودي حاجه جيده. قفشه لعيب مهم سواء بقى شارك اساسي. انا بصراحه يا جماعه ما يفرقش معايا واحد كواحد مصري، ما يفرقش معايا مين يروح المنتخب، هيفرق معايا اصعد كاس عالم بصراحه. لكن ما يكون لعيب زي قفشه هو لعيب مهم يلعب بقى اساسي، يبقى على الدكه تستغله في بعض المباريات او تستغله يلعب بعض الدقائق في الماتشين، دي رؤيه فنيه بنحترمها. الاهم تحقق لي الهدف في الاخر. لكن الوقفه دي يعني اعتقد كده ايه بتدي مؤشرات اوليه وكبيره بتواجد قفشه في قائمه المنتخب اللي ممكن تعلن قريبا. بخلاف النهارده كمان كان في جلسه مع محمد هاني، او يعني ايه كلمتين كده ما بين كابتن ضياء السيد ومحمد هاني لاعب النادي الاهلي الظهير الايمن المميز، وواضح برضو ان هاني وارد بشكل كبير انه يكون موجود في قائمه المنتخب، فدي حاجه ايجابيه. يبقى عندك هاني وعمر كمان عبد الواحد اثنين مميزين، اي حد فيهم يلعب ان شاء الله يبقى راجل ويؤدي المطلوب منه. دكتور كمان محمد ابو العلا طبيب الفريق او طبيب المنتخب الوطني كان موجود، واضح ان في تنسيق كامل فيما يتعلق بكل الجوانب الطبيه ما بين الاهلي والجهاز الفني للمنتخب الوطني. وكابتن ضياء السيد هو واقف مع محمد هاني ومع قفشه، اعتقد عنصرين جديدين في المنتخب الوطني قريبا في المعسكر القادم باذن الله. يا رب بس يحميهم من الاصابات ان شاء الله ويكونوا جاهزين ويبقى مستواهم جيد، عشان المصلحه الاهم بالنسبه لنا هو منتخبنا الوطني، هو ده الاهم من انضمام اي لاعب تاني للمنتخب. فدي كواليس من ضمن الكواليس الخاصه بمران اليوم، اجواء جيده اجواء مناسبه يعني. النهارده كمان حضر عمار حمدي زي ما حضراتكم شايفين في الصوره بعد اجراءه عمليه او جراحه الرباط الصليبي مؤخرا في النمسا، وهيبتدي برنامجه التاهيلي او يعتبر التداعي يعني، لان بيبقى في تدريبات اوليه كده بعد الجراحه مباشره. يعني اللاعب حظه كان سيء جدا بالاصابه قبل اول مباراه في كاس العالم امام مونتريال، وبالمناسبه هو كان اساسي في هذه المباراه، لكن التمرين اللي قبل المباراه بيومين بالظبط فاكر كنت معاهم يعني جاله الرباط الصليبي والامور كانت صعبه قوي ومعنوياته كانت صعبه جدا، لكن ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل ويرجع. كمان من ضمن الناس اللي كانت موجوده وشفته في الصوره هو احمد نبيل كوكا اللي برده مصاب بفيروس كورونا، هو بدر بنون او هو خف من فيروس كورونا بس لسه يعني التداعيات بتاعه فيروس كورونا لسه مش جاهز للمشاركه في التدريبات، ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا سواء هو او بدر، اثنين من اللعيبه المهمه جدا. ده كل ما يتعلق بمران الاهلي اليوم، استعداداته لمباراة الغد إن شاء الله يكون موفق، وفيما يتعلق كمان بالمنتخب وحضور الكابتن ضياء السيد لمران الأهلي النهاردة. هطلع لفاصل، بعد الفاصل لسه عندنا بعض الأخبار اللي تتعلق بالأهلي هنتكلم عنها ونعلق عليها كمان، فاستنونا يلا. طيب خلينا نطمن بشكل أكبر على الفرقة ونطمن على استعدادات اللاعبين نفسهم لمباراة الغد، الأمور ماشية إزاي من خلال المران الوحيد للنادي الأهلي قبل هذه المباراة. فنروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره وعلى هامش مران الفريق النهارده، نطمن من خلاله على كل هذه الامور. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك وكل التحيه ايضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كيمو، طمنا على الفرقه يا كريم. النهارده تمرين واحد بس للاهلي، ضغط مباريات كتير، ظروف يعني تعتبر صعبه شويه بسبب الاجهاد، قول لنا وطمن كل جماهير النادي الاهلي من خلال مشاهدتك لاجزاء من المران يا كريم. بالتاكيد طبعا زميلي امير، يعني فتره دقيقه جدا وصعبه جدا وفيها تلاحم كبير الحقيقه لفريق النادي الاهلي في المباريات، وده لود كبير جدا على الجهاز الفني وعلى اللاعبين من خلال التحضير ومن خلال المباريات ومن خلال كمان السفر والمشاركه في البطوله الافريقيه. بالتاكيد عارفين ان ده قدر للنادي الاهلي، لكن الامر صعب جدا الحقيقه بالنسبه للجزء البدني والذهني ايضا كمان والتحضير الخاص لفريق النادي الاهلي، لكن يعني ان شاء الله باذن الله بنتمنى باصرار لاعبتنا الكبير وبالجديه المعهوده طبعا عن كل لعيبه النادي الاهلي. الامر بيكون صعب لكن روح الفانيله الحمراء بنراهن عليها، جمهورنا بنراهن عليه، فان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نتخطى مباراه الغد ان شاء الله. مباراه صعبه جدا وهي مباراه بيراميدز، بعيدا طبعا عن الترتيب وبعيدا طبعا عن كل الامور الخاصه، هي مباراه لها حسابات كبيره جدا عند فريق النادي الاهلي وايضا كمان لدى جمهور النادي الاهلي. وبالتاكيد كمان انت عارف جايه في وقت صعب جدا، يعني النادي الاهلي هيلعب المباراه غدا ثم مباشره هيتوجه الى مباراه غايه في الصعوبه لفريق سان داونز، وهي المباراه الاصعب بالنسبه للفريق للنادي الاهلي. لكن يعني النادي الاهلي معودنا والجهاز الفني معودنا ان احنا بناخد مرحله بمرحله، بنشوف المتغيرات ايه، بنشوف الامور ايه، فان شاء الله باذن الله
مباراه الغد ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. تصدر النادي الاهلي لبطوله جدول الدوري العام مهم جدا غدا قبل مباراه سان داونز. بالتاكيد امير وانت عارف يعني تركيزنا كبير جدا وكل التركيز في مباراه الغد، لكن في حيز اكيد من التفكير رايح لمباراه سان داونز بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه ايضا للاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نفصل هذا الامر بشكل كبير لان الوقت قليل. عارف لو في وقت او في 48 ساعه تقدر ان انت تفصل من مباراه بيراميدز تاخد نفسك بس، الامر بيكون يعني يكون في تحضير بالظبط بالظبط من جانب تاخد نفسك من ناحيه التحضيريه، من ناحيه المحاضرات، من ناحيه فصل البطوله الافريقيه بطوله الدوري العام. لكن ان شاء الله خلاص يعني النادي الاهلي قدر هذا الامر، فان شاء الله باذن الله كل المناخ وكل الظروف الصعبه اللي احنا متواجدين فيها دي تكون مع النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه الغد ومنها ان شاء الله لمباراه سان داونز. بشكل عام امير طبعا النهارده التدريب مغلق، هو تدريب وحيد لفريق النادي الاهلي، لكن واضح اكيد بالتاكيد جدا واضح التركيز الكبير وواضح الجديه الموجوده في التدريبات النهارده، وجود الحقيقه الكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي لمتابعته المستمره الحقيقه لتدريبات فريق النادي الاهلي في التوقيت المهم، وده امر مهم جدا الحقيقه طبعا بالنسبه لكابتن حسام غالي طبعا. ايضا كمان يمكن زي ما انت شرحت امير طبعا كابتن ضياء السيد مدرب المنتخب طبعا الوطني كان متواجد النهارده في المرام بيتابع طبعا اللاعبين وبيشوف حاله اللاعبين، لان انت عارف طبعا خلاص هي مرحله صعبه جدا والفتره اللي جايه يكون في طبعا عدد من لاعبي النادي الاهلي متواجده في منتخبنا الوطني للمباراه الهامه جدا طبعا، لكن عندنا فصل كبير في مباراه بطوله الدوري العام ان شاء الله باذن الله نطمن على لاعبتنا. ايضا كمان بيتسو موسيماني ان شاء الله باذن الله يكون موفق في اختيار التشكيل اللي هيخوض بهذه المباراه، لان انت عارف الروتيشن مهم جدا يا امير في هذا الامر، مهم أكيد جدا لان انت عندك مباراه ومباراه بعديها على طول السفر 8 ساعات الى سان داونز، لا جيم ثاني خالص بعيد طبعا عن مباراه مباراه بيراميدز، لكن ان شاء الله باذن الله نقدر ان شاء الله مع الجهاز الطبي والمجهود الرائع والكبير جدا اللي بيقوموا بيه، مع ايضا كمان اخصائي العلاج الطبيعي طبعا والكل متواجد والكل بيتكاتف ان شاء الله لمباراه الغد ومنها يا رب ان شاء الله باذن الله مباراه سان داونز المباراه الاهم بالنسبه للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه. طيب معاك يا امير لو في استفسارات. كريم انا بس عندي فضول اعرف ازاي مستر بيتسو موسيماني بيمرن اللعيبه النهارده، يعني نوع المران ايه؟ هل هو مران بدني وده صعب شويه لان الماتش بكره، مران تدريبات كوره شويه بعض الفقرات بالكوره، تدريبات استشفائيه لان هو المران الوحيد يعني هو معذور في الجزئيه دي، فقول لي كده وقول لكل جماهير النادي الاهلي نوع المران ايه النهارده؟ الحقيقه طبعا يعني بنلتمس كل العذر لبيتسو موسيماني واللاعبين، يعني فعلا اميد طبعا يعني هتدرب النهارده بدني يعني تشتغل تكتيك محتاج فيه سرعات ومحتاج فيه اشتراكات، هتعمل تقسيمه مصغره محتاج فيه مجهود بدني ايضا كمان، امر صعب شويه بالنسبه على الجهاز الفني وعلى التحضير، لكن من الواضح طبعا في التدريبات ما اقدرش اقول جزء بدني على قد ما هو تسخين فقط لغير لمده 5 او 10 دقائق ومنها مباشره بعض التاكيدات بقى على التكتيك، كلها يمكن حاجات فيها تمركزات ما فيهاش سبرنتات ما فيهاش قوه او سرعه لان الامر صعب جدا والضغط كتير جدا، لكن من الواضح الراجل بيحفظ طبعا كل لعيبه النادي الاهلي، الراجل طبعا بدا المحاضره قعدته طبعا قبل المباراه لشرح كل نقاط القوه والضعف والثغرات، لكن الامر بيكون صعب بالنسبه للجرعه التدريبيه بالكامل، الجرعه التدريبيه ممكن تستغرق ساعه وساعه ونص، لكن محتواها كله امير هيكون تكتيك ما فيهوش اي سبرنتات، في ممكن يكون شوتنج بسيط حاجات كلها فينش على المرمى، لكن ما اقدرش اقول ان هي جرعه تدريبيه قويه لان خلاص ما يقدرش ان هو يعمل تدريب، وبكره ايضا كمان تكون مباراه صعبه جدا ومنها مباشره سفر كبير جدا على فريق النادي الاهلي، لكن الجديه بنراهن عليها والاصرار بنراهن عليه وروح الفانيله الحمراء بنراهن عليها مع فريق النادي الاهلي رغم كل الصعوبات، فيا رب ان شاء الله باذن الله لعبتنا زي ما يمكن ادت اداء ممتاز الحقيقه في المباراه الاخيره طبعا مباراه المريخ التجاري، ان شاء الله باذن الله يكون في فصل كبير جدا ويكون في تركيز اقوى واكبر في مباراه بيراميدز، المباراه طبعا مباراه الغد على استاد الاهلي والسلام بالظبط تفرق معانا بشكل كبير جدا ان شاء الله، سواء في بطوله الدوري العام ومعنويا وذهنيا تفرق معانا كبير جدا ان شاء الله مع مباراه سان داونز. طيب كريم بقى قول لي بدر بنون، وانا عارف ان انت هتقول لي المعلومه، الامور ماشيه ازاي بالنسبه له؟ لان يعني انت عارف الاقاويل كتير جدا على بدر بنون، بدر هيرجع، بدر لسه قدامه شويه، الوضع بالنسبه لبدر بنون ايه؟ ونفس الحال برضه بالنسبه لكوكا، يعني عايزين نطمن على الاثنين، ممكن امتى يشاركوا في التدريبات بشكل عادي؟ يعني نقدر نقول طبعا في البدايه بدر بنون قيمه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي ومنتخب ايضا المغرب، ويعني بنتمنى ان شاء الله بدر يعود سريعا، لكن الحقيقه يعني من خلال اسئلتنا ومن خلال التقارير الطبيه طبعا ورئيس الجهاز الطبي احمد ابو عبد الله اللي جمعني بيه سؤال قبل هذا طبعا قبل الليك طبعا معاك يا امير، بسأله طبعا على بدر وعلى طاهر وايضا كمان على ياسر ابراهيم وايمن اشرف، الحقيقه يمكن قال طبعا بعد الفحوصات الطبيه الاخيره لبدر بنون محتاج يعني وقت كبير شويه، محتاج شهر او شهر ونص كمان راحه ومن بعدها يتم عمل فحوصات طبيه اخرى طبعا لبدر بنون، يعني الواحد فعلا يعني كورونا امر صعب جدا وما كناش بنعمل اي لعيب من لعيبه النادي الاهلي طبعا يعني حاطط في الموقف اللي متواجد فيه بدر بنون وايضا كمان احمد دليل كوكا، لكن ده يمكن ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى، يمكن بدر عارف هذا الامر، قيمته كبيره جدا، كابتن فريق ايضا كمان نادي الرجاء، نجم كبير في المنتخب المغرب ونجم ايضا كمان في النادي الاهلي، فاكيد هو عارف هذا الامر، لكن
صعوبه شويه ان انت تقعد فتره كبيره جدا يا امير من غير تدريبات، كلها تدريبات بسيطه جدا. الراجل ايضا كمان نفسيا الامر ده ممكن ياثر عليه بشكل كبير، لكن ده الدور الاكبر الحقيقه مع مجلس اداره النادي الاهلي، اللاعبين، الجهاز الفني، لان المسانده مطلوبه جدا، والاهم كمان والاكبر هو دور جمهور النادي الاهلي اللي بيساند ودعم بشكل كبير جدا. فبنتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل الحقيقه لبدر بنونو وايضا كمان لاحمد نبيل الكوكا، يعني الثنائي ان شاء الله باذن الله ربنا يعافيهم باذن الله ويعودوا من جديد، وبعد الشهر ونص ان شاء الله باذن الله تكون التقارير الطبيه ايجابيه بشكل كبير جدا ليهم، ومنتظرينهم ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي والمنافسه الكبيره جدا في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه. على جانب طبعا بدر بنون وايضا كمان نبيل كوكا هو ايمن اشرف وياسر ابراهيم. بالظبط، ده مهم قوي السؤال ده، ان هل الاثنين ممكن يلحقوا ان شاء الله المباراه بكره، ولا الوضع بالنسبه لهم ايه؟ لا انا اطمنك طبعا بالتاكيد يا امير، طبعا ايمن اشرف وياسر ابراهيم متواجدين ان شاء الله في مباراه بيراميدز، ومنها ان شاء الله يكونوا مع فريق النادي الاهلي في البعثة المنتجه الى جنوب افريقيا، ويكونوا مشاركين ايضا كمان بكل قوه في مباراه صن داونز. اطمنا عليهم من رئيس الجهاز الطبي احمد ابو عبله على حالتهم البدنيه، النهارده بيشاركوا في التدريب، لكن على الهامش طبعا التدريب هو طاهر محمد طاهر برضه، عايزين ناكد على هذا الامر. يمكن طاهر تعرض للدواء في الساحل في المباراه الاخيره لفريق النادي الاهلي، النهارده ياخد جزء بسيط من التدريب، لكن متواجد غدا ايضا كمان في قائمه المباراه، ومنها ان شاء الله لمباراه صن داونز. يمكن التكاتف مطلوب والتضحيات مطلوبه جدا يا امير، انت عارف طبعا التواء كدمه كل الامور دي، لابد يكون في تضحيه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي منتظرينه ان شاء الله غدا في مباراه بيراميدز ورسالته المعتاده والمستمره الحقيقه، والهتاف الرائع ليهم لفريق النادي الاهلي. سر من اسرار النجاح وسر من اسرار ان هم يقاوموا لعيبه النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه المتواجدين في قائمه الغد ربنا يحافظ عليهم وتعدي المباراه بسلام وتكون نتيجه ايجابيه، وتستطيع النادي الاهلي ان يحصل ثلاث نقاط، ومنها ان شاء الله بقى لكل حدث حديث في مباراه صن داونز اللي بنعملها ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. ان شاء الله يا كريم، في الحقيقه مداخله وافيه جدا جدا، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز المميز كريم احمد مراسل القناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره، قال لنا تفاصيل كتير قوي بصراحه تتعلق بمران النهارده وبالاصابات، كلها اخبار جيده، وبالتحديد فيما يتعلق بياسر وايمن اخبار برضو سعيده بالنسبه لجماهير النادي الاهلي تواجدهم في مباراه الغد بنسبه كبيره. وبالمناسبه هي قائمه واحده اللي هيتم الاعلان عنها، هي قائمه مباراتين، مباراة بيراميدز وصن داونز، القائمة بتاعت النهارده هي اللي هتسافر اكيد على جنوب افريقيا، اتمنى لهم يا رب كل التوفيق. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا. كالعادة اخبار كتير بتتقال على الاهلي يوميا في السوشيال ميديا، نبتدي بالحسابات الرسمية المختلفة من خلال ترند الاهلي وحساب يلا كورة على تويتر، بيقولوا ان مصدر بالاهلي قال لهم لا نية لتأجيل لقاء بيراميدز والسفر لجنوب افريقيا عقب المباراة مباشرة. الموضوع محسوم يعني، خلاص الموضوع خلصان من بدري. الأهلي ما طلبش يأجل المباراة في ميعادها، ومفيش أي حاجة من الاتجاه ده. إن شاء الله الأهلي يكون موفق في مباراة بكرة، وموفق كمان في السفر في مباراة صن داونز. يلا كورة كمان لسه معاهم من خلال تويتر، الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري المصري برصيد 27 هدف. بصراحة الأهلي ما شاء الله هجومية السنة دي، رغم كمان كل الفرص اللي بتضيع، وده طبيعي في الكورة، لكن بتقدر تجيب أهداف كتير قوي، دي حاجة مميزة بتميز الأهلي السنة دي هجوميا. دفاعيا محتاجين شوية شغل زي ما قلنا امبارح. يأتي خلفه الزمالك وبيراميدز برصيد 20 هدفا فقط، رغم ان الاهلي كمان لعب مباريات اقل، يعني الاهلي اقل فريق في الدوري حتى الان لعب مباريات 9 مباريات بس، لكن الزمالك مثلا 10، بيراميدز كمان 10. طيب وفي بعض الفرق لعبت 11. خلينا نروح لليوم السابع، حسابهم على تويتر، موسيماني يبحث عن الفوز الاول مع الاهلي امام بيراميدز. الراجل لعب 3 ماتشات قبل كده قدام بيراميدز، اتعادل في الثلاثة. ماتش كان اول ما جه في نهايه الدوري اللي حسمناه اللي قبل اللي فات، كانت مباراه 0-0، وكان مطرود من عندنا لاعب على ما اتذكر ديانج، على ما اتذكر يعني. والماتش الثاني السنه اللي فاتت في الدور الاول 0-0، والسنه دي او السنه اللي فاتت برده في الدور الثاني تعادل 2-2 في المباراه اللي احنا عارفينها جدا، والاهلي كان اقرب انه يفوز فيها. ان شاء الله نتمنى له يحقق الفوز الاول ليه على بيراميدز ان شاء الله باذن الله بكره. الوطن سبورت بيكلموا عن ان موسيماني يجهز خطه لايقاف رباعي بيراميدز قبل موقعه الدوري. مين هم رباعي بيراميدز اللي كاتبينهم في الخبر؟ ويعني الموضوع مش بيتعلق برباعي بس مميز او حاجه، هي فرقه ككل، وبيراميدز من الفرق اللي بتلعب لعب جماعي كويس مع الكابتن ايهاب جلال، في الحقيقه مدرب مميز. فبالتالي انت ازاي تقدر تتعامل معاهم في مباراه قويه زي دي؟ هم هنا كاتبين على ان موسيماني عايز يعني يقدر يضع خطه لايقاف عبد الله السعيد ورمضان صبحي وابراهيم عادل ووليد الكارتي. فدول من اللعيبه المميزه في الحقيقه الموجوده في تشكيله بيراميدز، يعني علشان ما يهددوش مرمى الشناوي. واكيد هيهددوا مرمى الشناوي، والاهلي هيهدد مرمى شريف اكرامي لو لعب اساسي، وهي مباراه هتكون قويه ومتكافئه ما بين الفرقتين يعني. فان شاء الله الاهلي يكون موفق.
خلينا كمان نروح لخبر اخر، واحنا خلاص كريم قال لنا الشكل او الخبر الرسمي بخصوص ياسر وايمن، اثنين من العناصر المهمه قوي. ياسر تالق مؤخرا بشكل كبير، ايمن للاسف الاصابه عطلته شويه، لكن لعيب مهم قوي قوي قوي، فبالتالي الاختبار الطبي يحسم موقف ايمن وياسر من لقاء الاهلي وبيراميدز. خلاص الموقف اتحسم والاثنين باذن الله هيكونوا متواجدين في القائمه بتاعه الماتشين بيراميدز وسان داونز، فده خبر جيد. خلينا نروح لحساب بطولات على تويتر، وبيقولوا بناء على تقارير يعني سان داونز يفكر في ملعبين باجواء صعبه لمباراه الاهلي. هقول لحضراتكم هم لحد دلوقتي بشكل رسمي ما حددوش الملعب اللي هيلعبوا عليه قدام الاهلي، هم بيحاولوا يصعبوا الامور شويه على الفريق اللي بيلعبه، تمام، في كل المباريات بالمناسبه مش عشان الاهلي بس، لكن لما يكون بتقابل خصم قوي زي الاهلي فطبعا الحسابات بتبقى اكبر. في ثلاث ملاعب مرشحه، اول ملعب اللي هو ملعب سوكر سيتي ده في مدينه جوهانسبرج، و يعني هم نفسهم يلعبوا في الملعب ده بس هم خايفين ان يكون ميعاد المباراه متعارض مع مباراه كايزر تشيفز، لان كايزر تشيفز ده ملعبه اساس، فريق قوي برده في جنوب افريقيا احنا عارفينه الاهلي قبله قبل كده في السوبر الافريقي، تمام. الملعب الثاني هو بيتر موكابا، والملعب الثالث هو ملعب امبومبيلا، تمام. والملعبين دول بقى بيتميزوا بايه؟ الاثنين الاخرين اللي انا قلت لحضراتكم عليهم، ان الارتفاع عن سطح الارض يتيح لنادي سان داونز نفس الاجواء الحاره على عكس تعود الاهلي في مصر على الاجواء الشتويه في الفتره الحاليه. فده يدي افضليه لسان داونز طبقا لوجهه نظرهم، لكن في كل الاحوال ايا كان الاهلي هيلعب في اي ملعب باذن الله باذن الله الاهلي يقدر ان هو يفوز في هذه المباراه. طيب خلينا نروح لاخر خبر معانا في ترند الاهلي، وهو نفس القصه. يعني هم انا عندي ثلاث حلقات في الاسبوع يا جماعه، السبت وحد واثنين، حلو. يوم السبت اتكلمت على ديانج، وامبارح اللي هو الحد اتكلمت على ديانج، والنهارده اللي هو الاثنين اتكلمت على ديانج، ولما هيجي بكره زميلي محمد سعيد في نفس البرنامج تمام هيلاقي خبر على ديانج، وبعد بكره هيلاقي خبر على ديانج، رغم ان ده مش توقيت انتقالات خالص، يعني احنا يعتبر في بدايه الموسم في مصر. فاديني عقلك، ده الاهلي ما لعبش 10 ماتشات في الدوري، الاهلي لسه في مستهل او يعتبر في منتصف مشوار دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، الامور لسه بدري. واتكلموا على ديانج والعروض والانتقالات، هو دلوقتي لو ديانج جاله عرض رسمي مثلا، مثلا هو ما جاش اصلا، بس لو جه عرض رسمي لديانج هيمشي؟ هينفع يعني في 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 فتره قيد او في باب قيد مفتوح في اي دوله في اي حته؟ لا. طب ايه لازمه الكلام ده؟ مش عارف. وفي بعض الاحيان برضه هقول لحضراتكم القصه دي، بيبقى ساعات بحاول استنتج خبر، مين اللاعب المتالق واللي مكسر الدنيا؟ هو بصراحه ديانج مكسر الدنيا مع الاهلي من ساعه ما جه ما شاء الله عليه. ربنا يحميه يا رب. ف يبقى اكيد هيجي له عروض، فانا استبق عشان يبقى السبق عندي، اقول ان ديانج عنده عروض، وهو اصلا والله يا جماعه ما في اي عرض لديانج. خالص. خالص ومش منطقي ان يبقى في عرض دلوقتي. واي نادي هيبعت عرض دلوقتي رسمي يبقى نادي بيهزر مش دارس اموره كويس، لان لسه بدري على الموسم، قد يختلف لا قدر الله تختلف مستويات ديانج، لا قدر الله يحصل امر في الامور يعني، لا قدر الله يكتشفوا لاعب او ليه ممكن يوارد ان هم يكتشفوا لاعب افضل من ديانج من وجهه نظرهم، النادي اللي عايز يتعاقد مثلا مع لاعب في وسط الملعب، لسه حسابات كتير، فعمر ما في اي نادي هيبعت عرض رسمي دلوقتي. فماشي، فبرضه احنا قلنا نقول لحضراتكم على الخبر ده و حط حضراتكم في الصوره لحظه بلحظه، لان اكيد جماهير النادي الاهلي بتحب دايما تعرف الحقيقه يعني. نطلع فاصل بعدين نكمل، يلا. طيب خلينا ناخد الترند المحلي وبعض الاخبار المهمه اللي بتتعلق بمنتخبنا كمان تحديدا، لان ده اللي هيكون اهم بالنسبه لنا كلنا كمصريين خلال الفتره اللي جايه. المصري الرياضي حسام على تويتر بيقولوا ان كيروش يحدد موعد الاجتماع الحاسم لاختيار قائمة المنتخب لمباراة السنغال، الاجتماع ده هيكون امتى؟ الاجتماع هيكون خلال الأيام القليلة جدا المقبلة وبالتحديد يوم الأحد القادم، وهيتكلم في الاجتماع ده ويشوف تقارير كل واحد من مساعدينه ووجهة نظر كل واحد في القائمة اللي يتم الاختيار والاستقرار عليها، والعناصر اللي قد تنضم لقائمه المنتخب كعناصر جديده بعد قائمه المنتخب اللي كانت في كاس الامم الافريقيه. فده اجتماع هيكون مهم هيتم حسم فيه العديد من الامور، والامور ماشيه بشكل تنسيقي مميز جدا ما بين كيروش، وفي واضح ان في انسجام وتفاهم وتعاون مميز ما بين كيروش وجهازه المعاون، ودي حاجه ايجابيه بصراحه. طيب كيروش كمان ينتقد، ده من خلال بوابه اخبار اليوم على تويتر، كيروش ينتقد الدوري
ويجهز لاعبا مفاجاه للسنغال. يعني مش عارف هم قصدهم على ان هو بينتقد الدوري، انا ما اعرفش تصريحات كيروش بصراحه ما هل هو اتكلم فعلا ولا لا، لكن بيقولوا اللاعب المفاجاه ممكن يكون احمد عبد القادر، هو عايز يفاجئ السنغال بلاعب مميز زي ده يربك بيه حسابات السنغال، لان خلاص احنا السنغال كتاب مفتوح وهم كتاب مفتوح بالنسبه لنا بعد المواجهه اللي كانت في النهائي، هم اللي كانوا موفقين في ضربات الجزاء، فممكن يكون ده من ضمن الاخبار او احمد عبد القادر من اللاعبين اللي ممكن يكونوا منضمين للمنتخب خلال الفتره اللي جايه، واكيد هيكون لاعب جاي ايا كان عبد القادر غير عبد القادر، مهم يا رب باذن الله نكون موفقين في التأهل. طيب تعالوا نروح لتصريحات الاستاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه من خلال وطن سبورت، وفي الحقيقه شخص محترم جدا وبيعمل مجهود كبير جدا للرابطه كلها بصراحه، لكن في نفس الوقت اكيد بيبقى عندهم بعض الازمات والمشاكل، لكن واثقين فيهم ان هم يقدروا ان هم يتعاملوا معاها. قال ايه؟ سنطلب زياده عدد الجماهير، وده حاجه ايجابيه جدا جدا. لحد دلوقتي احنا 2000 واحد اللي بيحضر المباريات، نتمنى ان يكون اكتر والساعه تكون كامله يا رب باذن الله. والدوري المصري سيصبح الاول عربيا، وواضح ان هم حاطين يعني خطه في الاتجاه ده، ان مثلا بعد قد كده احنا هيبقى عندنا دوري قوي وهو اقوى دوري في المنطقه العربيه. عندنا المنتج وعندنا الكواليتي بتاع اللعيبه وعندنا البنيه التحتيه، فبالتالي كل دي عناصر تساعد في انك فعلا تروح لاقوى دوري في المنطقه العربيه وفي افريقيا، احنا كده كده اقوى دوري في افريقيا بس بنتكلم على المنطقه العربيه كلها، فدي تبقى حاجه ايجابيه جدا جدا وتصريحات مميزه ومبشره جدا بالنسبه لي. طيب ده كان فيما يتعلق بالترند المحلي، تعالوا ناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، وهو بيتعلق بتوقعاتكم لتشكيل الاهلي في مباراه بيراميدز بكره ان شاء الله. شيكو قال ايه؟ قال الشناوي، معلول، رامي، عبد المنعم، هاني، حمدي، ديانج، السوليه، عبد القادر، تاو، محمد شريف، وان شاء الله المكسب يا رب باذن الله. خلينا كمان ناخد علاء ابراهيم، كان عندنا لعيب زمان اسمه علاء ابراهيم كان محظوظ قوي على الزمالك بصراحه، لعيب كبير طبعا كلنا عارفينه، كان بيجيب اهداف في مباريات الزمالك بس للاسف كان اغلب المباريات دي بنخسر، لكن كان لعيب مميز ومهاجم مميز. علاء ابراهيم هنا وجهه نظره قال التشكيل ايه؟ قال الشناوي، خط الدفاع معلول، رامي، عبد المنعم، هاني، في نص الملعب حمدي فتحي، ديانج، السوليه، عبد القادر، تاو، ومحمد شريف مهاجم. طيب وارد. خلينا كمان ناخد احمد ثروت واللي قال الشناوي، رامي، عبد المنعم، حمدي فتحي، هاني، معلول، ديانج، السوليه، عبد القادر، تاو، شريف، هم كده 11 و12 لعيب، 2 4 6 8 10 11 صح ماشي. خلينا كمان ناخد مروان يوسف واللي قال الشناوي، معلول، عبد المنعم، رامي ربيعه، هاني، السوليه، ديانج، عبد القادر، قفشه، تاو، ومحمد شريف. اخر تعليق معانا فتحي زيدان واللي قال اعتقد افضل تشكيل هو الشناوي، هاني، عبد المنعم، ياسر، معلول، حمدي، سوليه، ديانج، قفشه، عبد القادر، شريف. ان شاء الله كلنا ثقه في اي لاعب يرتدي تيشرت الاهلي العظيم، وبالتوفيق لينا يا رب. يا رب باذن الله الاهلي يكون موفق يا استاذ فتحي، وان شاء الله كلنا نفرح من خلال انتصار مهم جدا في بطوله الدوري على فريق قوي زي فريق بيراميدز. ده كان تفاعل حضراتكم في حلقة كانت مهمة النهاردة من الترند، إن شاء الله الأهلي يكون موفق بكرة بإذن الله، عندنا لعيبة جامدة جدا، عندنا جهاز فني مميز قوي، هنقابل فريق قوي جدا، بس في نفس الوقت إحنا قادرين إن إحنا نكسب بإذن الله، لأن أقوى فرقة في أفريقيا هي النادي الأهلي بدون مبالغة وبدون أي تحيز، قائمة مميزة إن شاء الله بإذن الله يقدروا يحققوا 3 نقاط مهمة في مشوار بطولة الدوري. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند، استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج بإذن الله، إلى اللقاء.